أهلا بكم أعزائي المستمعين مجددا. أستقبل في الأستوديو زميلتي من قسم الأخبار هاجر حماص. هاجر مرحبا بك من جديد. صباح الخير من جديد المستمعين الكل. كنت في نشرة الأخبار قبل قليل. قدامك عدد من الصحف نتاع اليوم. تقرأ لي بعض العناوين. أبرز العناوين اللي نجموا القراء يقرأوهم في الصحافة التونسية اليوم. نعم. نبدأ بجريدة الصحافة وتحت عنوان تمتد على مساحة 200 هكتار وبتكلفة تقدر بحوالي 300 مليون دينار وضع حجر الأساس لإنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالقيروان. بالقيروان نعم به. نمشي لصحيفة المغرب. أعطيني عنوان. عنوان أي. الممثل البحري الرحالي يصدر كتابه الجديد الأول كيف العجيب. حكايات عن البحري هو ممثل. نعم. أو شي خارج كتاب أو فعلا أصدر. حكايات عن الكيف التاريخ الأسطورة والذكريات. معناها نتصور كتاب ممتع إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. الشروق فاطمة الكراي تواصل حوارها مع وزير الخارجية الأسبق لحبيب بن يحيى. نعم. التكوين الدبلوماسي بدأ بهذه الخطوات. فاطمة الكراي ناشطة في الشروق عملت سلسلة. نعم. طويلة مع الأستاذ الرئيس السابق فؤاد المبزع وعملت برشا لقاءات. توا قاعدة تقدم في الحلقات مع لحبيب بن يحيى. نعم. ننتقل للصحافة للصباح. الصباح في صفحتها الأولى في العنوان مقترح قانون لتعديل مجلة التأمين على حوادث الطرقات وأبرزها التكفل بمصاريف علاج الضحايا. صحيح. نعرف لضحايا كثير قاعدين يسقطوا يوميا بين قتلى وجرحى. تعرف هاجر أنا تعبت من الحديث في الحكاية هذه في البرامج لأنه فما برشا تهور مع الكاميرا للأسف. فما إرهاب طرقات. فما برشا الناس ما يحترموش السرعة المحددة ما يحترموش إشارات المرور يحب يتعدى قبل غيره. يعني فما أنانية عن بعض الناس. فرجاء الرجاء تمهلوا واحترموا إشارات المرور هكا تتفادى أنت المخاطر وكذلك تمنع غيرك باش يتعرض للخطر. المجهر وفي صفحتها الرابعة. نعم. نعم في صفحتها الرابعة خمسة أشياء ترعب إسرائيل. خمسة أشياء. نعم. ترعب. يبدو مقالة طويلة شوية. أعطيني هاجر حاجة واحدة مثلا. ناتيك النمو الديموغرافي المتزايد للفلسطينيين. صحيح. معناها مهما لهنا شنو يقول هو في المقال هذايا ما يرعب القادة الإسرائيليين هو النمو الديموغرافي لديها فنسبته لدى العرب في نسقها المتزايد ومهما فعلت إسرائيل فإن اليهود سيكونون أقلية خاصة إذا توقفت الهجرة إليها بل تدعمت الهجرة المعاكسة. نعم نعم. ثم من المجهر ننتقل لكوتيديان ونبقاو في الشرق الأوسط زادة. واشنطن تهدد بوقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني المحتل و80 ألف حالة نزوح لفلسطينيين من مدينة رفح اللي تشهد حاليا عملية عسكرية من قبل الكيان الصهيوني. نعم. ونختم بجريدة لوتون. نعم. لوتون في مدينة الثقافة. مدينة الثقافة احتضنت منذ يوم أمس وعلى مدى ثلاثة أيام ندوة كبرى عنوانها Vers une nouvelle pensée philosophique arabe نحو تفكر فلسفي عربي جديد. صحيح. وانا بارك الله فيك هاجر. نعم. اعطيتني المجال باش ندخل في بعض التفاصيل عن هذه الندوه اللي بدات امس تتواصل اليوم وغدوه نحو تفكر فلسفي عربي جديد بالتعاون مع مؤسسه الفكر العربي وبين كرسي الفلسفه اللي يشرف عليه السيد الدكتور فتحي تريكي. معنا ضيف البرنامج في يوم سعيد الدكتور أنري العويط المدير العام لمؤسسة الفكر العربي. دكتور أنري صباح الخير. صباح الخيرات والأنوار. مرحبا بك. أهلا وسهلا. شكرا على هذا الصباح اللطيف. شكرا. دكتور أنري يتساءل الكثيرون هل ماتت الفلسفة أو هل ستموت الفلسفة وما هي إمكانيات ولادة تفكير أو تفكر فلسفي عربي
جديد في ظل ما تشهده منطقتنا من حراك فلسفي ملحوظ. جوابا على السؤال الأول، نعم، يبدو لي أنه من المستحيل أن تموت الفلسفة، لأن الفلسفة لصيقة بحياة الإنسان، وطالما الإنسان يعيش فهو يفكر، وإذا كان يفكر يعني طالما الإنسان يعيش فهو يفكر، إذن فهو يتفلسف؟ نعم طبعا، لأن الفلسفة هي ما هي الفلسفة في عمقها في جوهرها؟ هي هذه المحاولة لفهم الوجود، للتكيف مع معطيات الوجود، لطرح الأسئلة حول معنى الوجود، حول معنى الحياة. يعني نعود إلى الأسئلة الثلاثة الأساسية. أنا قرأت طرحها كانت ونحن نحتفل بذكرى المئوية الثالثة لولادته. نعم. ماذا يمكنني أن أعرف، ماذا يتوجب علي أن أعمل، وماذا يسمح لي أن آمل في هذه هي الأسئلة التي رافقت الإنسان منذ وجوده على الأرض، وأنا أظن أنها مستمرة في مرافقته. طبعا تتخذ هذه الأسئلة صيغا جديدة، لأنه الحياة تتطور، لأنه المجتمع يتغير، لأنه الأحوال والأوضاع والمستجدات والتحولات التي نشهدها هي كثيرة، تطرح الأسئلة نفسها ولكن بقوالب جديدة بصيغ جديدة. الفلسفة دكتور هنري يتفلسف، صحيح، الفلسفة كلمة ابتدعها اليونان. نعم، هي محبة الحكمة، محبة الحكمة وحب العلم أيضا. نعم، فيلو صوفيا، فيلو الحب، صوفيا الحكمة المعرفة. الإنسان يعشق، يريد أن يعرف. يعني أرسطو يقول أنه الفلسفة تبدأ بالتعجب، التعجب أمام معطيات الوجود. الإنسان يواجه عندما ينمو، عندما يولد، عندما يعني يتفتح على الحياة، هناك أمور تسترعي الانتباه وتثير فيه التعجب بمعنى التساؤل. نعم، هذه الندوة انطلقت أمس، تتواصل اليوم وغدا بمدينة الثقافة شادي القليبي، وطبعا بمشاركة عدد كبير من الأساتذة الدكاترة من تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا وموريتانيا. جلسات عديدة حوارية نقاشية تطرح مسألة الفلسفة، والحقيقة الفلسفة حاجة صعبة، راهو مش أي إنسان ممكن أن يفهم الفلسفة دكتور، ولكن هناك تمييز بين التخصص في الفلسفة كمادة، كما يتخصص الإنسان في مجالات أخرى، في الطب، في الصيدلة، صحيح، في الهندسة. هذا بهذا المعنى طبعا الفلسفة هي يعني محصورة في نخبة معينة، ولكن إذا عدنا إلى المعنى الأول، المعنى الأساسي، الفلسفة هي حق شائع ومتاح ومشرع أمام جميع الناس، من الأطفال حتى الشيوخ. يعني كل إنسان بما أنه يواجه معطيات الحياة، كل إنسان بمعنى من المعاني هو يتفلسف، أي يتفكر في الأمور الفلسفية. الفرق هو بين درجة الاختصاص، يعني هناك من يمتهن هذه الرسالة أو هذه الوظيفة أو هذا الدور، وهناك كل إنسان يمكنه أن يكون فيلسوفا، أن نعم، يتفلسف، صحيح، طالما هو يفكر. الفكر ليس حكرا على فئة معينة من الناس، الفكر هو ما يتميز به الإنسان وما هو متاح ومعطى لجميع الناس. نعم، دكتور هنري العويط، أنت المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، مقرها بيروت، وقتاش بدأت تشتغل هذه المؤسسة؟ انطلقت هذه المؤسسة في العام 2000، نعم، بمبادرة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الذي هو حاليا أمير منطقة مكة المكرمة
ومستشار خادم الحرمين الشريفين. نعم. الأمير خالد الفيصل هو يعني الإمكانيات متوفرة لها حتى تشتغل وتقيم وتنظم ندوات كبرى. لأنه عندما أقيمت عندما انطلقت المبادرة أطلق سمو الأمير خالد الفيصل مبادرة سماها مبادرة تضامنية بين الفكر والمال. أطلق هذه الدعوة في أوساط مجموعة من رجال الأعمال من في مختلف الدول العربية الذين آمنوا بأهداف المؤسسة. صحيح. برسالة المؤسسة وهم تبرعوا من لأجل هذه المؤسسة. هي مؤسسة أهلية، هي مؤسسة في القطاع الخاص وليست مؤسسة رسمية، بمعنى أنها ليست تابعة لا لدولة، وهي ليست تابعة لحزب، وهي ليست تابعة، هي مؤسسة مبادرة كما قلت من مجموعة من المتنورين الذين آمنوا برسالتها التي تقوم على ثلاثة أهداف: التنوير، التطوير، والتنمية. وكل مرة تعملوا ندوة في بلد عربية. لا، لأنه هي اسم على مسمى، هي مقر في بيروت كما ذكرت حضرتك في بداية الحديث. نعم. ولكن نشاطها يغطي مختلف الدول العربية. عندكم ندوة قادمة ستكون في الأردن، في السعودية. نعم. تماما، في مختلف الدول صحيح. العربية. نعم. منذ فترة أطلقنا التقرير العربي 12 للتنمية الثقافية، وهو تقرير سنوي أطلقناه من القاهرة بالشراكة والتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة. بعد فترة وجيزة سوف نصدر التقرير السنوي الجديد 13، وهو فيما أظن بالغ الأهمية، يهم العالم العربي بكامله، ولكنه مخصص أيضا للحياة، للخارطة الفكرية والثقافية في الدول المغاربية الخمس التي أتينا على ذكرها، وسوف يتم إطلاقه صحيح. في الخريف القادم. أنا بالأمس حضرت الحفلة الافتتاحية والحفلة الافتتاحي، تناول الكلمة الدكتور فتحي التريكي، لأنكم أنتم تتعاونوا في هذه الندوة مع معهد تونس للفلسفة. التعاون هو النهج الذي اعتمدته وتبنته وطبقته وتطبقه المؤسسة منذ إنشائها. صحيح. نحن نؤمن بالتعاون، وبأنه لا يستطيع أي فرد مهما كانت قدراته، أي مجموعة مهما كانت طاقاتها، أن تنتج بفعالية ما لم تكن هناك شراكات. نعم. ما لم يكن هناك تعاون، ما لم يكن هناك تضافر. صحيح. نعم. كان بالأمس أيضا، وهذا ما ينقصنا مع الأسف في العالم العربي، ونحن نحاول أن نعوض عن هذا النقص بتوسيع شبكة التعاون والعلاقات في مختلف كما قلت في مختلف الدول صحيح. العربية. بالأمس الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم محجوب قدم محاضرة، وكذلك كان حاضر الأستاذ خالد كشير المدير العام لدار الكتب الوطنية. تناول كلمة السيد الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية اللي كان في البرنامج باش يحضر، ولكن لمشاغل في الوزارة متاعو معناها ما حضرش. على كل حال نعم، طارئة وقاهرة. صحيح. كان عنده التزام مهم، كان هناك اجتماع في القصر الجمهوري. صحيح. إذن باسمك أنت نرحب بكل الضيوف من مختلف البلاد المغاربية، وإن شاء الله إقامة طيبة بيننا في تونس، وكل النجاح والتوفيق لهذه الندوة. أكيد في آخر الندوة باش تصدروا، يعني ما نقولش نتائج، وإنما ربما رؤية كاملة عما وقع أو تناوله أو الإشارة إليه في هذه الندوة. وقع في الجلسة الختامية سوف يكون هناك موجز سريع أو تقرير سريع، لن تكون هناك توصيات، لأنه مجموع المداخلات التي ألقيت وسوف تلقى على مدى جلسات اليوم وجلسات غد سوف تنشر فور انتهائنا من هذه الندوة، سوف تنشر بكتاب يتضمن جميع المداخلات وجميع النقاشات التي أثيرت فيها. ولكن في ختام الندوة يعني يوم السبت بعد غد سوف نطلق الكتاب الذي أصدرته مؤسسة الفكر العربي بعنوان العرب والحراك الفلسفي اليوم، وهو احتفاء بهذا الكتاب أو بمناسبة إطلاق هذا الكتاب عقدت هذه الندوة كامتداد طبيعي وتكملة
واستكمال لما ورد في الكتاب. أيضا شارك فيه كتاب مؤلفون مفكرون فلاسفة دائما من مختلف الدول العربية. نعم 35 مبحثا حول الأوضاع الفلسفية في العالم العربي اليوم. صحيح، عندكم برشا إصدارات، ياريت دكتور أنري العويط تمدونا بيها، خلنا نفيدوا المستمعين بتاعنا. سيدي قبل المجيء إلى تونس الحبيبة، نعم، أهدينا وزارة الشؤون الثقافية صحيح 1000 كتاب، ونحن هذه لدار الكتب الوطنية. نعم الوطنية، وأظن أنها سوف تكون متاحة. لا أنا نتحدث على دكتور. نعم بكل محبة أنا نتحدث على الإذاعة. لا الإذاعة يعني تهدونا للإذاعة. والله الإذاعة في عزيزة علينا، نحن نؤمن برسالة الإعلام. صحيح نعم. وتقديرا لأهمية الإعلام على الصعيد الفكري وعلى الصعيد الثقافي، تعرف أن المؤسسة تقيم سنويا مؤتمرا عاما اسمه مؤتمر فكر. مؤتمر فكر القادم سوف يكون مخصصا للإعلام الثقافي. الإعلام الثقافي ممتاز. فور عودتي إلى بيروت نتواصل، نبقى على تواصل. صحيح. ونكون سعداء بأن لا يمكنك أن تحصل اليوم أو غدا على الأقل له على الكتاب الذي سوف يتم توزيعه. العرب والحراك الفلسفي. العرب والحراك الفلسفي اليوم. نعم. شكرا دكتور أنري العويط المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، وأهلا بك في تونس. شكرا على هذه الاستضافة، ونحن سعداء في تونس نحس أننا بين أهلنا وفي بيتنا وفي وطننا الثاني. شكرا. يا أهلا. أرحب بزميلي حسام الدين. صباح النور. صباح الورد والفل والياسمين. ما شاء الله، إن شاء الله نهارك أسعد اليوم، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. نعم. وإن شاء الله نهارك سعيد ونهاية أسبوع تكون سعيدة إن شاء الله يا رب. نمشيوا لأخبار الطقس. تفضل. أحوال الطقس ناخذ معنا الزميل عبد الرزاق الرحال. عبد الرزاق الرحال صباح الخير. صباح الخير سحبيب، صباح الخير الفريق العامل معك هذا الصباح، وصباح الخير أوفياء إذاعة الوطنية. طبعا. نعم الحمد لله على نزول الغيث، هو منذ يوم الثلاثاء في العشية والعوامل الجوية ملائمة لنزول الغيث بكميات متفاوتة، لأن السحب كانت ركامية رعدية تزاوجت في أغلب المناطق الغربية للوسط والجنوب 30 مليمتر، وتواصل أيضا يوم أمس نزول الأمطار بمناطق الشمال خاصة وبجهة الساحل. أمطار كانت ضعيفة إلى متوسطة، وصلت إلى حدود 15 مليمتر بمنزل تميم من ولاية نابل، 18 مليمتر بعين دراهم من ولاية زندوبة، 14 ببن مطير، بباجة ما بين 2 و10، ببنزرت ما بين 1 و12 مليمتر بسجنان، كما سجلنا أمطار أيضا بتونس الكبرى قائمة أولية ما بين 1 و10 مليمترات بكل من تونس العاصمة، بن عروس، منوبة وريانة. الأمطار كانت أكثر بجهة ريانة خاصة، وسجلنا أمطار أيضا بسليانة والكاف ما بين 1 و3 مليمترات، ثم تفرعت في العشية وقبل الليل نحو جهة الساحل، حيث كانت الكميات ما بين 6 و14 مليمتر، نعم بجهة المنستير، 14 بالمنستير المدينة، وما بين 1 و7 مليمترات بالمهدية، وما بين 1 و5 قائمة أولية بجهة سوسة. نعم. بالنسبة لليوم ثم استقرار تدريجي في العوامل الجوية، طقس يميل إلى البرودة خاصة بمناطقنا المرتفعة الغربية، خص ولايتي الكاف والقصرين خاصة، حيث الحرارة كانت مجاورة لعشر درجات، وكانت ما بين 13 و18 درجة ببقية المناطق، 18 بتونس العاصمة، ما بين 13 و18 بمناطق الوسط، 13 بالقصرين و18 بالمناسير المهدية سوسة، وبمناطق الجنوب كانت ما بين 15 بقفصة و19 بجربة. بالنسبة لليوم إن شاء الله سحب عابرة بكافة الجهات، تظهر الشمس فترات طويلة، لكن نتوقع أن تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، إمكانية أن ترافقها بعض الأمطار ضعيفة فمتفرقة، ربما بعض السحب الرعدية خاصة بالشمال الغربي وشمال ولاية الكاف،
وآخر العشية جهتي القصرين وسيدي بوزيد ماهيش بكميات كبيرة، بعض الأمطار متوقعة اليوم في آخر العشية. ببقية الجهات سحب عابرة فقط. الرياح من القطاع الشمالي قوية شوية بالسواحل الشمالية حيث البحر مضطرب إلى محل شديد الاضطراب وضعيفة ومعتدة ببقية السواحل وداخل البلاد، البحر متموج فقليل الاضطراب، ودرجات الحرارة قصوى اليوم في ارتفاع طفيف بنسبة 3 درجات تقريبا لتقترب من المعدلات العادية لشهر ماي، ما بين 20 و 24 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 25 و 28 درجة ببقية الجهات. يومي السبت والأحد عطلة الأسبوع، العوامل الجوية ملائمة إن شاء الله لقضاء عطلة الأسبوع في عوامل جوية طيبة، ودرجة الرفاه تقترب من 100%. درجة الرفاه يعني ما ثماش ريح، ما ثماش أمطار، رطوبة مستحبة ماهيش عالية ماهيش منخفضة، وبالتالي العوامل الجوية ستكون في استقرار إن شاء الله مع ارتفاع تدريجي في الحرارة لأقصاها يكون عامة ما بين 25 و30 درجة، تصل محليا إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. شكرا. هذه الحالة ستتواصل كذلك في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم نعم. عبد الرزاق الرحال، وأنا نسمع فيك رجعتني سنوات التالي. فيما يخص، نعم فيما يخص، فيما يخص علاقتنا وتعاوننا مع الرصد الجوي. أكيد هو في الحقيقة هي علاقة متواصلة كما في العوامل الجوية، وثم الحق ثم كفاءات من الجيل الجديد مقدمي النشرات الجوية وكذلك مقدمي البرنامج، كان برنامج يوم سعيد، برنامج يوم سعيد اللي فيه الحقيقة قامات في مجال التنشيط. وبالمناسبة والله أترحم على الزميلين صالح شغام ونجيب الخطاب، وقفت انا توا ونحييه زميل محمد علي بالحوله لانه كان هو من نعم. الفريق الاول نعم. وكذلك الزميل ورحمه ايضا على زميلنا نبيل بن زكري نعم. نبيل ونحييه بشير رجب اي وبشير رجب، بشير رجب صحيح. هو نعم والعمل الكل. وبالمناسبه احنا كنت نسمع فيكم في الكواليس ان ثقافه الاعلام، الاعلام هو لسان الامه، تحب تحكم على الشعب شوف مستوى صحيح. نعم. شكرا عبد الرزاق الرحال، يعطيك الصحة. حسام زابينج. أحوال الطقس. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية على الإف إم وعلى راديو ناسيونال بوان تي إم.